والله الحمد لله، ده كان حلم عمرنا لما الدستور بتاع سنة 2014 اتعمل وأدرك الأقزام من ضمن ذوي الإعاقة، ومن ساعتها اتحقق الحلم ان احنا نقدر ننشئ فريق لكرة القدم اللي احنا كنا بنحلم بيه من زمان. احنا طموحنا ان يبقى في فرقة، مش فرقة، منتخب مصر لقصار القامة يمثل مصر في طوكيو في كأس العالم. طموحنا ان انا اعمل فرقة للاولاد دول ان هم يثبتوا وجودهم وكفاءاتهم في المجتمع، يقولوا ان احنا مش اقل من اي حد، احنا عندنا لعيبة وعندنا مهارات، انت مش هتيجي تتفرج عليا عشان تضحك عليا، لا انت هتبقى تنبهر بمستوايا وبأدائي في الملعب. طبعا ان شاء الله احنا بنجهز الطموح اللي جاي ان شاء الله للبطولة اللي هي تبقى في دمياط، بطولة ودية ما بيننا وبين فريق دمياط واسكندرية، وبعد كده ان شاء الله في يا رب يا مسهل الفريق ابتدى بطولة طوكيو بإذن الله، وبعدها تبقى في كأس العالم. دي البطولات اللي ان شاء الله اللي هتواجهنا قريب بإذن الله. انا حققت العاب قوة اولى جولة اول جمهورية، وقرص تاني اول جمهورية برضو، وريشة طايرة حققت تالت جمهورية برضو. انا كل الكلام دي ما بتلعبش غير يومين في الشهر، اما الريشة انا وليه مستقبل فيه بإذن الله ربنا يحقق، وأجيب الأول ريش طايرة وأجيب وأحاول أسافر وأخش المنتخب إن شاء الله. إحنا جاهزين للبطولة دياتي بإذن الله، وإحنا برضو كان عندنا بطولة من كام شهر كده برضو مع منتخب اسكندرية ومنتخب دمياط، برضو الحمد لله حققناها وخدناها في أرض اسكندرية، والبطولة الجاية إن شاء الله في ملعب دمياط. وإحنا عندنا استعداد كابتن كل أسبوعين أو أسبوع ساعات تمرين برضو بنتمرن، وعندنا استعداد جامد للبطولة بإذن الله ومستعدين ليها. والله هو بالنسبة للدعم، الدعم ضعيف جدا يعني، يعتبر مفيش دعم، هو الدعم كله بجهودنا الذاتية. بعد اتكلم مع الناس يا جماعة تعالوا نعمل تمرينة وبتاع، طبعا بلاقي مش حالة من لا مبالاة، مش عارفين بكرة في ايه، مش شايلين الدعم المظبوط ليهم، فبحاول على قد ما اقدر اقعد اتكلم معاهم. ساعات بيجيلي احباط، بس الاقي ربنا عز وجل كده ادالي اشارة اكمل، واقعد اكلمهم يا جماعه احنا ممكن نعمل، اروح للكابتن ابراهيم احنا ممكن نعمل كذا 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 كذا، حتى لو كل واحد يعني اللي هيقدر يساهم يساهم، بس على الاقل ايه ما نوقعش الحلم. زي دايما ما بحب اقول، الاعاقه يعني هي فقدان الامل. فكرة هنا لما نتكلم عن الإعاقة الحقيقية هي فقدان الأمل، لكن غير كده مفيش حاجة اسمها إعاقة. لما نيجي نتكلم هنا عن قصار القامة زي ما أنا وكريم كنا بنقول في الانترو، كانت فئة ربما مش لاقية الاهتمام المرجو في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة لما بقى هناك اهتمام من القيادة السياسية أصبحت الثقافة مختلفة، أصبح دلوقتي في وعي، أصبح هناك كمان في إدراك إن دول يعني فئة بتبني معانا المجتمع، مش فئة يعني مش عايز أقول حاجة تانية مهمشة أو غيره. خلينا كده على كل حال نعدي بقى الجزئية دي، إن احنا بنتكلم في الحالي وبنتكلم في اللي جاي، ونتكلم في الفقرة دي مع بطل من أبطال قصار القامة اللي هم تحديدا كرة القدم زي ما شفنا في التقرير. وإحنا كان معانا على فكرة من شهرين برضو تقريبا أنا وكريم، واستضفنا بعض منهم وكان عندهم ماتش. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، بس نرحب بكابتن إبراهيم مراد المدير الفني لمنتخب القاهرة لقصار القامة. صباح الخير. وكابتن ياسين سيد لاعب كرة القدم القصار القامة. صباح الفل. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. أنا هبدأ بياسين بقى. طبعا. ياسين، أولا إحنا مبسوطين إنك معانا في قناة الأهلي وعشرة صدق في الأهلي، وخليني يعني خلي الناس تعرف عنك اكتر، قول لهم انت يعني اسمك ايه، بتدرس، عندك كام سنه، ابتديت امتى تلعب كوره؟ الحمد لله بديت حياتي عندي 11 سنه، اسمي ياسين. عندك 11 سنه؟ ابتديت حياتك. ياسين سيد. اللي عرفني على الفريق كابتن احمد وحيد، وكابتن ابراهيم بتواصل معايا وتواصل مع والدتي، وكلمني وخلاص، واتفقنا على التمرينات معاك يا حبيبي، وسنة ستة وكده بس. يعني انت في المدرسة وعندك 11 سنة يا سيدي، وبقالك شهرين تقريبا في الكورة، صح كده؟ تمام. ازاي قدرت برضو يا كابتن ان انت تجيب يعني نماذج موجودة او موهوبة؟ هو بص حضرتك، الموضوع كان صعب طبعا في الاول، يعني بدايه الفريق في تكوينه ما كانش في مواهب كتيره، ما كانش عندهم الامكانيات.
نرجع لحضرتك كابتن ابراهيم، يعني ازاي حضرتك في البدايه برضو بتشوف نماذج معينه بتقول ده ممكن يعني يكون بطل في كره، في كره القدم او في اي رياضه ما يعني؟ بص حضرتك احنا يعني ما فيش مقياس للاعيب عندنا، يعني مش مجرد انت لازم تكون حريف قوي تعرف تلعب كوره، لا هو الغرض من الفكره كلها ان الناس دي نشجعها على ممارسه الرياضه على اساس نخرج المجتمع، فمش انا لازم اجيب واحد حريف قوي او مهاري جدا، لا عادي ممكن يلعب حابب الكوره مجرد ان هو حابب الكوره، وفي الاخر بتظهر منازل كويسه وبتظهر مواهب كويسه جدا. الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا، يعني احنا لسه تقريبا الاسبوع اللي فات كنا بنلعب اكاديميه في مركز شباب الحبانيه، الحمد لله ناس تحت 14 سنه قدرنا نعمل معاهم مباراه كويسه جدا، نالوا اعجاب الناس كلها، فحته المهاره مش لازم مش اساسي. بقى دي نقطه على فكره مهمه جدا، لما حضرتك دلوقتي بتتكلم ان انا كل الغرض او يعني الغرض الاساسي اللي بركز عليه هو ان انا اخلي يعني فئه معينه من الناس ان هي تحس ان هي بتعمل حاجه في المجتمع علشان ظروف مختلفة بالزبط. يعني عندها، فدي نقطة كويسة جدا، وبيفرق ازاي في النفسية برضو يعني اكيد قبل وبعد حاجة مختلفة. طبعا طبعا وحضرتك ده انا يعني معظم اللعيبة كلها بالنسبة لأول مرة في أول تمرينة بيبقى واقف مكسوف، واقف كل تركيزه مع الناس اللي بره بتبص له ازاي بتشوفه ازاي، مع التمرين ومع اللعب ومع يعني بنشجعه وبنكلمه خلاص اللي بقى بص بقى اكن عادي جدا بيلعبوا وسط الناس مفيش مشاكل، بل بالعكس الناس بتشجعهم جدا وفرحانين بيهم جدا جدا يعني. طب ياسين قول لي انت يعني لما ابتديت دلوقتي كابتن ابراهيم جاي لك وقال لك انا عايز اخذك معايا الفريق، انت قلت لاهلك ايه؟ مين شجعك؟ يعني خلينا نعرف، خلي الناس تسمع. اللي شجعني والدي ووالدتي والعيله كلها شجعتني، قالت لي دي اللعبه اللي انت بتحبها وما لقيتش فريق زي حالتك فده العب. انت كنت ياسين بتحاول وانت صغير مثلا تلعب مع قرايبك مع صحابك يعني؟ بلعب مع صحابي وقرايبي وكل حاجه يعني حتى في المدرسه بلعب. طيب حلو، يعني انت كده كده حياتك عادية، الناس في المدرسة ليك صحاب، محدش بيبص لك بصة مختلفة، يعني مفيش الكلام ده صح كده؟ كويس، الثقافة زي ما كنت بقول لحضرتك ابتدت تختلف بشكل كبير يا كابتن ابراهيم. أكيد لا حضرتك، بص الإعلام والسوشيال ميديا بصراحة يعني حطوا فئة الأقزام قدام الناس، بقى الناس اتعودت عليهم خلاص ما بقاش زي الأول، زائد الفكرة إن أنا الأول كنت عارف إن الأقزام دول بيمثلوا في مسرحيات في مسلسلات مجرد حاجة للفكاهة صح. لا ده إحنا عندنا نماذج موهوبة جدا في الرياضة في التعليم، عندنا يعني كابتن الفريق أحمد وحيد ده بكالوريوس تجارة وشغال في بنك وراجل محاسب وغيره 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 كتير قوي، فالحمد لله حتة الأقزام إن هم تتفرج عليهم في مسلسلات ومسرحيات انتهت خلاص. أنا بتفق مع حضرتك جدا لأن دي ثقافة أعتقد أكيد. يعني 90% من الناس اللي لم يكن أكتر ما كانوش حابين قوي النقطة دي، بس هرجع وأقول تاني طبعا دور منظمات المجتمع المدني أو يعني المجلس القومي واتيفر، بس أنا هرجع أقول الأصل القيادة السياسية، القيادة السياسية عندنا الفترة اللي فاتت كانت بتهتم بكل شيء بصراحة، اهتمت بالرياضة، اهتمت بقصار القامة، بذوي الإعاقة، اهتمت بناس كتيرة وفئات كتيرة جدا، ومن هنا ابتدت بقى إن أنت أصل الثقافة بيتغير فابتدى ده يطبق على أرض الواقع وشفناه فعلا. زمان يمكن برضو كان في بعض التنمر كتير انا فاهم حضرتك بتقول ايه جدا، يمكن حتى احنا سمعنا منهم ده زمان، حتى النظرات كانت مش حلوه زمان. هي دلوقتي قلت، هي في بس قليله جدا يعني نادرا جدا لما بيحصل موضوع التنمر. لا طيب. حتى احنا صوتنا وصل للمسؤولين، احنا يعني من كام يوم احنا كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيره، كنا بنتجمع في مركز شباب الجزيره، مركز شباب الجزيره طلع قرار ان احنا ممنوع ان احنا ندخل، فظهرت في قناه اعلاميه وتواصلنا ووصلونا لمسؤول في وزاره الشباب والرياضه، بصراحه الراجل تواصل معانا وجاب لنا الموافقه على طول ان احنا نرجع نخش مركز شباب الجزيره نتجمع فيه تاني. كويس جدا. طيب خلينا بقى نتكلم عن الفريق. اولا احنا عندنا يعني كم لاعب في الفريق موجودين، وفي نفس الوقت هل في مباريات بقى بتتعمل مباريات مش بس محليه، ممكن نعمل حاجات مثلا وديه في الخارج؟ تمام. هو بص حضرتك اعضاء الفريق احنا حوالي 20 لاعب،
ال20 لعيب دول بيجوا مثلا في 3 من اسيوط، في 2 من المنيا، بيجوا من محافظات من اماكن بعيده. حل. يعني بيسيب شغله، بيسيب اللي بيسيب دراسته، بيجي عشان خاطر يتمرن تمرينه مع زمايله، مع ناس زيهم. يعني طبعا عكس كل واحد، يعني ياسين بيلعب مع اصحابه في المدرسه مش عارف، بيبقى ممكن بيبقى في فرق الجسم ما بياخدش راحته. لا، هو بقى بيلعب مع ناس زيهم، فبيقدر يبقى في مساحه ان يقدر يطلع كل اللي عنده. اللعيبه بتيجي طبعا، احنا بنتمرن كل اسبوعين تقريبا، بنتمرن كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيره، مره اتمرنا في مركز شباب القلعه، بنتنقل في جميع الاماكن، وبنلعب اكاديميات ناشئين على اساس يبقى احتكاك كويس ليهم بالنسبه لهم. كان في بطوله في منتخب اسكندريه برضك لكسار القمه، في منتخب دمياط، عملنا بطوله في اسكندريه، والحمد لله فريق القاهره حصل على المركز الاول، وكانت بطوله جميله جدا. بالنسبه بقى دي البطولات المحليه، وان شاء الله هتتكرر الموضوع ده هنا في القاهره، وهيتكرر تاني في دمياط بين الثلاث فرق، وان شاء الله هيبقى في بعد كده اولمبياد طوكيو. احنا عايزين نمثل منتخب مصر من الثلاث فرق دول، يتنقى منهم العناصر المميزه. في اولمبياد طوكيو، في كاس العالم، دي البطولات اللي هي خارجيه. ولعبنا قبل كده يمكن مع تونس او حاجه مع المغرب. مع المغرب. انا عايز بس اوضح نقطه في الحته ديت، ان احنا يعني فكره تكوين فريق كره القدم كان ليا الشرف ان انا اكون صاحب الفكره مع كابتن الفريق احمد وحيد، مع المدير الاعلامي بتاع الفريق اشرف ابو العيد، كنا بنتجمع معاهم في القهوه، فكنا اصحاب الفكره تكوين فريق لكره القدم، ودي كانت اول يعني فريق في الوطن العربي والشرق الاوسط. فريق المغرب الشقيق بدا بعدينا، بس هو قدر يوصل وقدر يكون فرقه، وقابلوا الناس المسؤولين هناك وقدروا فعلا يعني ايه يعملوا فرقه. فاحنا كان لينا الشرف برضك، الفرقه الاولانيه اللي انا كنت فيها راحوا لعبوا المغرب وقدموا مباراه جميله جدا، وكان لقاء حلو بصراحه. ياسين انا عايزه اسالك بقى واسمع منك، انت سمعتني وانا بسال كابتن ابراهيم ازاي فكره الرياضه بتفرق قبل وبعد، يعني في النفسيه كمان، انت جربت قبل وبعد بقالك شهرين، حاسس ايه اللي اختلف فيك؟ ايه اللي خلاك يعني ايه شايف النقطه الايجابيه او اللي فرق معاك لما ابتديت تلعب يعني كره قدم مع زملاء ليك في الفريق؟ حاسس يعني اني بلعب، يعني بلعب فتولي كتولي وكتولي وقدك ومرتاح. عشان بقى لما حد مثلا من الطوال يجي يواجهني طبعا هبقى مش عارفه طوله، فهيقعد يكعبلني بقى وكده. غصب عنه هو بيلعب طبعا، زمايله قده يعني كسار القمه بقى عارفين، فانا هبقى شايفهم هيعملوا ايه، فهو بقى مثلا لو واحد طويل هلعب معاه ازاي. على فكره يوسف امكانياته عاليه جدا في الكوره، جدا يعني فكره في الكوره عالي جدا، فان شاء الله في المستقبل يعني انا يعني با 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 يعني بتمنى وان هو يستمر، لان هو هيبقى كابتن الفريق. انت قلت يوسف، هو عفوا ياسين، قلت انا اللي اتلخبطت في الاسم. يوسف عشان في لعيب او 8 سنين اصغر فريقين في الفريق، فانا دايما بتلخبط ياسين يوسف والاسامي متشابهه. طب ياسين انت يومك بيمشي ازاي؟ يعني انت دلوقتي في دراسة أو في مذاكرة حتى لو في البيت، وفي نفس الوقت عندك تمرين، يعني مين بياخدك التمرين؟ خلي الناس برضو تعرف. أنا ببدأ إزاي؟ أنا بقوم اللي بياخدني التمرين والدتي، والدتي أو ولدي، يعني ساعات حسب الظروف. لو ماما مع الظروف بابا يوديني. كويس. لو العكس ماما. كم يوم بقى بتروح؟ هي كل مرة اسبوعين، يعني الجمعه دي لا، الجمعه كده. اوكي، يعني جمعه وجمعه. وهو والده ووالدته بصراحه اللي بيجيبوا التمرين، يعني احنا في تمرينه كنا في شهر 12 تقريبا، كان الدنيا بتمطر، يعني كان شيء جميل قوي، والدته واقفه ومستنياه وسعيده، مش زعلانه ولا متضايقه، والده بيسيب الشغل ويجي يوديه، يعني دي قمه السعاده بصراحه. بس هو البطل الاساسي هو الاهل. الاهل يعني بصراحه مفيهاش كلام بصراحه. والد ياسين ووالدته ووالدة يوسف برضك بيجوا بصراحه، يعني بيعانوا. انا عندي اخر سؤال. اتفضل. الوقت للاسف بيجري. صح. بس ايه اللي يخلي برضو شخص ما عندوش ظروف بيمر بيها، ما عندوش حد في عيلته عنده الظروف دي، ان هو يهتم يعني بناس زي ما احنا كنا بنقول ابطال عندنا في المجتمع؟ ايه اللي خلى حضرتك تفكر في ده؟ والله هي النصيب ان انا اتقابلتهم في القهوه، يعني صدفه كده اتعرفت عليهم حبيتهم. زائد انا كنت شفت الكابتن حنان فؤاد، الكلام ده سنه 92، شفتها في مجله اسمها مجله الشباب، فكانت
انبهرت بيها جدا، بتلعب العاب قوه، بتلعب رفع اثقال، موظفه في مصريه اتصالات، شدتني جدا وجذبتني، تعرفت عليها ومن هنا تعرفت بيهم. كنت بقعد معاهم في القهوه كده بتجمع، قعدتهم جميله جدا، بلاقي يعني كل واحد بيقول مشكلته، يعني بحس ان في مشاكل كبيره اكتر من ان انا بدور على شغل وبدور على حاجه. لا، الناس دي عندها مشاكل تانية مختلفه، بس بتبتسم، بس متفائله، بس طبعا يعني طبعا طبعا متفائله، وعارف اي حد بيديهم بصيص من الامل بيمشي وراه. صح، يعني هم وده دورنا كلنا، أكيد يعني قبل دور نتمنى الدوله ذلك. ده دورنا احنا كمجتمع اصلا. بالظبط، على كل حال انا بجد ربنا يوفقك، ربنا يخليك، وانت بتعمل عمل محترم جدا. ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن ابراهيم. شكرا. نعم، شاكرين يا فندم. شكرا ياسين. عايز تقول حاجه للجمهور الاهلي بيتفرج عليك دلوقتي؟ هختم بيها. لا لا، قول لهم حاجه، ما ينفعش. لا قول لهم انت بتعمل ازاي، عارف انت بيتفرج عليك كام مليون؟ كتير قوي. فقول لهم حاجه، هم دلوقتي سامعينك. عاوز اقول باذن الله هناخد افريقيا السنه دي. العشرة ان شاء الله. باذن الله. بتعمل ازاي يا ياسين؟ ايوه، بتعمل ايه؟ ليك حركه معينه؟ ايوه، الحركه بعد الجون اللي بيجيبه. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.